تاني بارامتر هو ديكتي ابارتيمون كونت. بأول وحدة يعني بريمير فراز بقول لي التوناليتي أكيد بعدنا مي بمول ماجور. بدي حط الأرمور سي بمول مي بمول لا بمول على المفتاحين. على المفتاحين بدي حط سي بمول مي بمول لا بمول. بمول 2 وهذا 1 3 بنحطهم على الأرمور أكيد للدوكلي سي بمول لا بمول. واحد كمان لهيدي البورتي هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث بنحطهم بمحلاتهم على السطر الثاني ترازيام انترلين بروميير انترلين. هلا بدنا نحفظ الجملة رح اجرب انا اغنيها بصوتي 3 4 احنا 1 2 3 تي را را ري را ري صرت هوني تي را ري را ري را را رجع بعيدا تي را را ري را ري تي را ري را تي را رم. رح نشوف شو هن هالنوتات يلي استعملناهم. فينا نرجع نغنيها لوحدنا وهيك انا بكون رح اكتب النوتات يلي سمعناها. سمعنا سي دو ري مي دو سي دو سي لا سول سول فا مي figure si do re mi do 4 croche si do re mi do si noir do si la sol do si la sol la na matlo la sol do si la sol sol fa mi noir. هلا طالبين مني بالجملة الثانية لقي الريتم. هي الجملة الثانية بتبلش هون صال فا فا هكتبها صال كروش بنتي فا دوبل كروش. هلا بدي الاقي الريتم صال فا فا سي لا دو سي ري دو مي سول فا لا دو سي سي je reprends سول فا فا سي لا دو سي. هذه أول مزور سول je reprends سول فا فا si la do si re croche do mi sol هذه تريولي. بس في اشاره مهمه نحن ما عملناها هي هون لا devient un لا بكار حط اشاره البكار دو مي سول سي ان تريولي دو كروش تريولي دو كروش بنحط الشيفر 3 اكيد بنحط هلا هون الليزون في ما حطها هلا هيدي مزور سي ري دو مي سول فوالا خلصت présentons do mi sol fa fa khadit
وقتين يعني هذه ستون بلانش. لا دوز ici كروش دوبل كروش دوبل لا دوز ici يعني لا كروش دوسي دو دوبل كروش. هلا في نقطة فيني كمان انتبه لها انه هون لانه عمل كادونس اون مي بيمول ماجور طالب منك اكتب تحت كمان في عندي اللابيكار قبل ما انسى هون لانه انتهى اون سي بيمول يعني هون بكتب مي بيمول عن جديد بكتب مكتبها بغير طريقة رح نخلص من شغلي بعدين نرجع نكتب التوناليتي. فإذا هون لأنه هون عمل كادونس بيرفيت شو هي لا دومينون دو مي بيمول ماجور مي فا سول لا سي سي راحت على المي توناليتي. هلا مكتبون هون مكتوب نرجعنا على مي بيمول ماجور وهون سي بيمول ماجور ماجور هم كبيرة ماجور كادونس هون عمل كادونس بارفيت زيت شي هون كمان عمل كادونس بارفيت. يعني هون هلا انا رح اكتب هون شو عمل لانه هون برضه مزور لازم تكون يعني نسينا نعملها بنحطها هنوتيت في عندي هون برضه مزور هون وكمان عمل هون كادونس بارفيت هو نوتيت يلي عملها هني عمل فا سي كمان هون هلا بعد شوي بنكتبها تحت كادونس بارفيت فوالا هون عمل كادونس بارفيت رجع عن جديد نوتيت يلي هن عمل راح على السي بمول ماجور يعني هون بدي احط سي شو الدومينون تبع السي سي دو ري مي فا يعني فا اخذها على السي هلا كانت تحت كانت فوق ما بهم بس راح من الفا للسي كمان قلنا عمل كادونس بيرفكت هلا حطها هون انا مش تحت لانه بينزح النوتيت اوكي فوالا هلا هول اهم كادونسات هلا مثل ما عملنا هونيك كمان لازم ننتبه على الكوب بدها تمتد على الدوزيام بورتي شيك لانه دو كوبي لدوزيام بورتي هلا بترجع بتسمعوها اذا لقيتوا لي زوتر مزور ارومبير بدنا الصوت التحتاني هلا رح نعمل محي كل الاشياء اللي كتبناها ولا محيناهم بقى اللي كومبليتي لو ريتم دو لا بارتي سوبيري اجوتي لي زالتيراسيون اون ديجا اون ا في سا اونسويت اجوتي اكريفي اونسويت لا باس هلا بالانتوناسيون باج 14 نقلها من الباج 13 للباج 14 بده ياني يغني ا دو فوا اكيد هلا انا اذا كنت شخص لوحدي بالبيت حط مترونوم بسرعه معينه حط المترونوم على سرعه معينه بجرب غني صوت الاولاني وجرب سجله اوكي رح ناخذه تقريبا 66 لانوار 3 4 6 دائما بغني الجام مي فا سول سي دو ري مي مي ري دو سي لا سول فا مي أرباج مي سا سي مي سي سول مي
هذا المترونوم راح نسمعه 1 2 3 ديما نبعد 1 2 3 وبلش 2 3 سي 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 2 سي 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 2 3 Si la sa fami remi le toi. من بعد ما كون سجلت أول صوت première voix جرب قول الصوت الثاني أنا مع المسجلة تبعيتي Si remi fa sa la sa Si la sa fami remi Si remi fa sa la sa Voilà, on est à deux voix. Alors, à trois voix, si on a écouté le bête, puis on a un seul à je commence. Deux, trois. Si, 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 la, sa, fa, mi, re, mi, trois. Deuxième voix. Mi, sol. Deux. Sa fa mi re mi. Sorry, si c'est un si. Si la sa fa mi re mi re toi. Si re mi fa sa la sa de toi. Troisième voix. Deux, trois. Si re mi fa sa la sa de toi. Si, 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 mi, do, tro. Cinquième degré, ra, le premier degré. M'bada, fiande, elle est honnée, retrouver ses exercices d'intonation dans le livre de Beethoven, mesure, et il y a plusieurs mesures, le numéro des mesures, il y a le chef de fia, l'exercice, il y a le hâton faux. هلا رح ننتقل على شغله كمان مهمه هي رح ناخذ مورسو اشونتي ا 3 فوا ترانسكريبسيون ا 3 فوا هلا هون بهالحاله هيدي بهالوضع هيدا بنجرب نزغرها زغرناها شوي صغيره تتكون البارتيسيون كلها قدامي رح غني انا الصوت الفوقاني يعني احنا عندنا دو سيستم اذا ملاحظين بكل سيستم في 3 بورتي السيستم كي على الاكستريم فوق هو هيدا بكفي هون مزور 6 للمزور 10 je commence à chanter le premier système 2 3 Si do re mi do si la so sol fa mi sol fa fa si la do si re do mi sol fa la do si si toi si do re mi do si la sol sol fa mi دائما بكل دقة أكثر شيء هن الصوتين اللي ببينوا هن الصوت الفوقاني ميلودي والباس من هيك رح أقول هلا الباس بدرجة تانية بعدين بقول لفا النصانية يلي هي بتكون معظم الأحيان هي بتعبي حتى تعمل هارمونية أبيك لو شون مي دو تروا جو كومونس مي دو تروا Mi, re, mi, re, mi, si, mi, si, fa, sol, mi, fa, do, tro, si, la, sol, fa, mi, re, mi, do, tro, mi, re, mi, re, mi, si, mi. Voilà. Alors, la voix. Du milieu, il y a un soprano, alto, basse, bien ténor. Sol, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, re, mi,
OK. Voilà, on a terminé la page 14. Bon travail.